آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم قصة وعبرة. قصتنا اليوم بطلها رجل اسمه الفضيل. هذا الفضيل لص بارع قد أذهل الجميع وأخاف كل المسافرين، فقد قطع عليهم جميع طرق المدينة، حتى الحجاج لم يسلموا من أذاه، إلى أن انتشر أن الفضيل يقطع طرق المدينة، فأصبح الرعب كامنا في جميع من يخرج من المدينة أو يدخل إليها، وظل الحال كذلك، والناس يسمونه ويصفونه بأقبح خلق الله، إلى أن حدثت حادثة غيرت مسرى ومجرى حياة الفضيل. الفضيل يجلس في مكان في إحدى الطرق في غابة من الغابات، وأذنه تسمع رجلين مسافرين يتحدثان. الرجل الأول يقول للثاني: أما يكفينا ما استرحنا ونقوم للسفر قبل أن يرانا الفضيل فيأخذ مالنا وطعامنا وشرابنا فنهلك في هاته الأرض القاحلة؟ فقال له الآخر: نعم، هيا بنا نقم لعلنا نصل إلى بيت الله وندعو على الفضيل أن يخلصنا الله منه. فبكى الفضيل لكلامهما وقال: أبلغ بي الأذى حتى يخشاني الحجاج، حتى يخافني من هم مقبلون إلى الله مسافرون إليه يرجون عطاءه ومغفرته؟ وبعد ذلك سمع الفضيل ابن عياض قارئاً يقرأ القرآن وهو يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فرفع الفضيل يديه بعدما سمع هاته الآيات وقال: بل آن، وتاب توبة تعج بها كتب السير وتتحدث عنها وصارت مثلا يقتدى به في التوبة، حتى صار عالما جليلا من علماء المسلمين، الفضيل بن عياض العالم العابد الزاهد الذي لقب بعابد الحرمين، ذلك لأنه كان يقيم عاما في مكة وعاما في المدينة. العبرة مشاهدينا الكرام ألا تحكم على أحد رغم ما كان عليه من البعد والأذى، إلا أن الله عز وجل رحيم بعباده، فقد تنفعه نفحة ونسمة من نسمات الله عز وجل فيتوب توبة تتحدث عنها الأمة كلها. لذلك قال العلماء: نحن دعاة ولسنا قضاة، لأن الله عز وجل هو المطلع على السرائر وهو مغير القلوب يقلبها كيف يشاء. نلتقي في العدد القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه. جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني.